أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون أن المناظرة ستحدد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية. كما تعلمون فالمنظومة الجبائية تلعب دور مهم فيما يخص يعني تشجيع الاستثمار بصفة عامة وخلق ثروات وفرص شغل، وأيضا في تحقيق يعني نوع من العدالة الاجتماعية والمجالية. وبالتالي فهذه المناظرة تكون مناسبة للمساهمة في التفكير الذي نادى إليه صاحب الجلالة فيما يخص النموذج التنموي لبلادنا. والواقع أنه يعني في إطار الإعداد لهذه المناظرة كانت مقاربة شمولية لتشمل كل أنواع الجبايات، سواء الضريبة ديال الدولة أو الجبايات المحلية وأيضا رسوم شبه جبائية.